السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام والطلاب في البيت. جئت إلى هنا لأن أدرس النحو العربي. الموضوع الذي سنتكلم حوله وهو النحو. قبل أن أبدأ الدرس هذا اليوم سأتذكر ما سبق من الدرس. في الدرس الذي مضى قد درسنا على الفعل يعني باب باللغة الإنجليزية. لقد عرفنا أن الفعل ما تعريفه كان هو كل لفظ يدل على حصول عمل في الزمن الخاص. ثم ذكرنا على أقسامه لما قلنا ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام وهو فعل المضارع وفعل الماضي وفعل الأمر. وقد قلنا الفعل المضارع هو كل لفظ يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل. ودرسنا اليوم وهو صيغة الفعل المضارع للمتكلم والمخاطب والغائب. بلغة الإنجليزية يعني present tense verb formula for first, second and third persons. إن شاء الله سنبدأ ب first person يعني المتكلم بلغة العربية. المفرد هنا إذا يكون أن يقول شيئا حول المتكلم مثل المذكر يريد أن يقول أذهب. إذا كان مذكر سيقول أذهب الآن يذهب. وكذلك مؤنث ستقول أذهب. كان سواء مؤنث أو مذكر سواء. ثم المثنى أذهب مع. أذهب مع سيكون على مذكر يكون أذهب مع. ستذكر اسم الفلان وان أذهب مع إبراهيم أو أذهب مع عثمان. ثم المؤنث مثنى سيكون أذهب مع. ستذكر اسم التي تذهب معها مثل أذهب مع عائشة أو أذهب مع زينب. ثم جمع. الجمع سيكون للمذكر نذهب. نذهب الآن نذهب. ثم للمؤنث سيكون نذهب كمثل المذكر سيكون للمؤنث نذهب جمع ومؤنث نذهب جمع سواء. ثم second person يعني المخاطب. المخاطب سيكون مفرد إذا يريد أن يقول شيئا مثل أذهب سيكون المذكر تذهب. تذهب. تذهب المذكر. مؤنث ما سيكون تذهبين. سنرى ياء. ياء للنسوة تذهبين. ثم المثنى. مثنى سيكون تذهبان. تذهبان مثنى المذكر. ثم المثنى المؤنث سيكون تذهبينان. تذهبينان. ثم الجمع المذكر سيكون تذهبون. تذهبون. ولكن المؤنث سيكون تذهبنا. تذهبنا. هذا هو للمتكلم يعني second person للمخاطب. ثم third person الغائب. الغائب وهو ليس هنا. وهو مفرده المذكر سيكون يذهب. الآن يذهب ولكن ليس هو ليس هنا. ثم المؤنث سيكون تذهب. تذهب ليست هنا. مثنى سيكون يذهبان. يذهبان المذكر يذهبان المثنى. ثم المؤنث يذهبينان. يذهبينان يكون للمثنى. تلبس الجمع سيكون يذهبون. يذهبون للمذكر وللمؤنث سيكون يذهبنا. يذهبنا. جمع third person يعني الغائب يكون يذهبنا. ثم صيغة الفعل الأمر. صيغة الفعل الأمر common verb formula سيكون كهكذا. مفرد مذكر اذهب. اذهب مذكر. مؤنث سيكون اذهبي. اذهبي إذا كانت مؤنثة سيكون اذهبي. مثنى يكون اذهبا. اذهبا. ثم مثنى المؤنث سيكون اذهبيا. اذهبيا. جمع
جمع للصيغة الفعل الأمر جمع سيكون للمذكر اذهبوا اذهبوا ثم للمؤنث سيكون اذهبنا اذهبنا هذا هو للأمر. بعد هذا سنرى التدريبات في الفصل. هذا التدريبات سنعرفه الآن إن شاء الله. كما كان في على السبورة استخرج الفعل الماضي والمضارع والأمر من الإداة الآتية. التدريبات في الفصل يعني سنستعمل هذا الآن. استخرج الفعل الماضي والمضارع والأمر من الإداة الآتية. كانت عائشة في الفصل يوما كانت عائشة في الفصل يوما لم تجد من تلعب معها لم تجد من تلعب معها وقامت من مكانها إلى مكان حليمة وقامت عائشة من مكانها إلى مكان حليمة التي كانت صديقة لها حليمة كانت صديقة لعائشة في المدرسة جلست على كرسيها جلست على كرسيها وكان لها كرسي خاص تجلس عليه في الفصل ثم دخلت حليمة فصل ثم دخلت حليمة في الفصل ووجدتها تجلس على كرسيها ووجدت حليمة عائشة تجلس على كرسيها وقالت لها ابي من مكاني وقالت حليمة لعائشة جبي من مكاني ثم أبت حليمة عن القيام ثم بدأتا يلعبيناني في الفصل هذا هو الخبر الآن سنستخرج فعل الماضي والمضارع والأمر الآن إذا نظرنا إلى السبورة سنرى من تلعب تلعب فعل المضارع يا تلعب يعني فعل المضارع وقامت سنرى قامت هنا قامت يعني فعل الماضي فعل الماضي من مكانها إلى مكان حليمة التي كانت صديقة لها في المدرسة وجلست هو فعل الماضي فعل ماضي على كرسيها وكان لها كرسي خاص تجلس فعل المضارع تجلس عليه في الفصل ثم دخلت دخلت يعني فعل الماضي دخلت يعني فعل الماضي دخلت حليمة الفصل ووجدتها فعل الماضي تجلس على كرسيها تجلس فعل المضارع على كرسيها وقالت وهو فعل الماضي وقعد لها ابي من مكاني ثم أبت يعني فعل ماضي أبت حليمة عن قيام ثم بدأت يلعبان في الفصل بدأت فعل ماضي يلعبان فعل المضارع هذا هو إذا نظرنا إلى هذا الخبر سنرى سنجد الفعل الماضي والأمر فيها كما درسنا اليوم صيغة الفعل المضارع للمتكلم والمخاطب والغائب يعني in English language present tense verb formula for first, second and third person. قد بدأنا بfirst person يعني للمتكلم. مفرد كما درسنا المذكر أذهب المؤنث أذهب مثنى أذهب مع مؤنث أذهب مع ثم الجمع نذهب للمذكر ونذهب للمؤنث. This is a first person يعني للمتكلم. ثم درسنا على المخاطب. المخاطب وهو second person in English.
مفرد سيكون المذكر يقول تذهبوا تذهبوا ثم المؤنث سيكون تذهبين تذهبين مثنى سيكون تذهبان للمذكر تذهبان للمذكر second person المخاطب مفرد كما قلت المذكر سيكون تذهب تذهب ثم المؤنث تذهبين تذهبين مثنى سيكون تذهبان تذهبان مؤنث سيكون تذهبينان تذهبينان ثم الجمع سيكون تذهبون تذهبون للمذكر وتذهبن للمؤنث هذا هو الجمع للمؤنث بعد هذا قد درسنا على الغائب الغائب يعني third person in English language مفرد سيكون المذكر يذهب يذهب مؤنث سيكون تذهب تذهب الآن يعني تذهب ولكن ليست هنا المثنى سيكون يذهبان يذهبان مثنى المذكر مثنى المؤنث سيكون يذهبينان يذهبينان ثم الجمع هناك جمع للمذكر سيكون يذهبون يذهبون الجمع ثم الجمع للمؤنث سيكون يذهبن إذا نرى إلى أن يذهبن سنرى أن هنا ليست واو كمثل المذكر سنجد النون في آخر الكلمة ثم بعد ذلك صيغة الفعل الأمر صيغة الفعل الأمر يعني common verb formula إذا نظرنا إلى على السبورة سنرى مفرد سيكون المذكر إذهب إذا نرى سنرى أن آخر كلمة إذهب سيكون سكون في آخره سيكون سكون إذهب المؤنث إذهبي إذهبي للمؤنث وآخر هذه الكلمة سيكون يا ثم السكون في آخرها مثنى للمذكر سيكون إذهبا إذهبا ثم المؤنث مثنى سيكون إذهبيا إذهبيا ثم الجمع الجمع للمذكر سيكون إذهبوا إذهبوا سنجد واو الجماعة في آخر المذكر الجم ثم للمؤنث الجم سيكون إذهبنا إذهبنا وهو الجمع للمؤنث بعد ذلك قد درسنا على استخرج الفعل الماضي والمضارع والأمر من القطعات الآتية هذا هو الخبر واجب علينا أن نستخرج فعل الماضي والمضارع والأمر من هنا كانت عائشة في الفصل يوما لم تجد من تلعب معها لم تجد من تلعب معها وقامت من مكانها إلى مكان حليمة وقامت عائشة من مكانها إلى مكان حليمة التي كانت صديقة لها كانت حليمة صديقة لعائشة في المدرسة وجلست على كرسيها وجلست عائشة على كرسي حليمة وكان لها كرسي خاص تجلس عليه كانت حليمة لها كرسي خاص تجلس عليه في الفصل ثم دخلت حليمة الفصل حليمة الفصل ثم دخلت حليمة في الفصل ووجدتها تجلس على كرسيها ووجدت حليمة عائشة تجلس على كرسيها وقالت لها ابي من مكاني ابي من مكاني ثم أبت حليمة عن الكيام ثم بدأتا يلعبينان في الفصل هذا هو الخبر والآن سنستخرج فعل الماضي والأمر إذا وجدته في هذه القطعة كمثل سنجد فعل المضارع هنا مثل تجد 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 وهو فعل المضارع من تلعب تلعب فعل المضارع معها وقامت قامت وهو فعل ماضي من مكانها إلى مكان حليمة
التي كانت صديقة لها في المدرسة وجلست وهو فعل ماضي وجلست على كرسيها وكان لها كرسي خاص تجلس عليه تجلس فعل المضارع ثم دخلت حليمة الفصل دخلت يعني فعل ماضي دخلت هناك حليمة وجدتها تجلس على كرسيها وجدتها فعل ماضي تجلس فعل المضارع على كرسيها وقالت فعل الماضي وقالت لها ابي من مكاني ثم عبد وهو فعل ماضي حليمة عن القيام ثم بدأت فعل ماضي يلعبينني فعل المضارع في الفصل هذا هو الخبر التدريبات يعني assignment السؤال الأول ما المقصود الفعل الماضي والمضارع والأمر ناقش يعني discuss about the فعل الماضي مضارع والأمر السؤال الثاني يعني با استعمل الفعل المضارع والأمر في الجملة المفيدة أريد منكم أن تكتبوا الجملة المفيدة وسنجد فيها فعل الماضي والمضارع التدريبات سأكرر سؤال الأول ما المقصود الفعل الماضي والمضارع والأمر ناقش ثاني يعني با استعمل الفعل المضارع والأمر في الجملة المفيدة هذا هو ثم من يريد أن يتكلم معي هذا هو رقم هاتفي لأنتم قد عرفوا اسمي فاطمة محمد سادة رقم هاتفي وهو 08-03-01-96 هذا هو رقم هاتفي سأكرر إن شاء الله اسمي كما عرفتم فاطمة محمد سادة رقم هاتفي وهو 08-03-01-96 هذا هو رقم هاتفي كل من يريد أن يتكلم معي هذا هو آخر الدرس إن شاء الله إلى الأسبوع القادم مع السلامة